بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على البيم اكستيوشن بلان، بس من الناشونال بيم ستاندرد اللي هو يونايتد ستيتس، اللي هو من الكود الامريكي وليس من الكود البريطاني. هتلاقي الرابط اسفل الفيديو عشان تحمل ال NBIMS. هو الموقع اسمه ناشونال بيم ستاندرد دوت اورج. لو انت بصيت في الكود البيم اكستيوشن بلان سواء في الامريكي او البريطاني هتلاقي الفرق بسيط، مجرد بيسمي هنا المرحله باسم وهنا بيسميها باسم، يعني مجرد بس ايه مصطلحات الاكثر والاقل. تمام. طيب لما تيجي بس هنا هتلاقي هنا هو محدد لك ايه الحاجات اللي المفروض تهتم بيها وتكون واضحه جدا في البيم اكستيوشن بلان. بيم اكستيوشن بلان دي خطه العمل بتاعتنا، فببقى متفق مع المالك انا هشتغل ازاي، او مع الناس اللي ممكن يكون مثلا كذا شركه بتعمل للموديل. طيب هنسلم الموديل ازاي؟ طب ايه الاكواد اللي هنشتغل بيها؟ طب السكوب بتاعنا ايه؟ طب المراجع بتاعتنا اني كود؟ طب الاهداف بتاعتنا؟ طب البيم بروسيسز؟ طب التبادل بينها هيبقى عامل ازاي؟ طب البيم يوز هيبقى التركيز على ايه؟ الديتيل، كل التفاصيل ديت بتبقى موجوده. ولو جيت تبص هنا هتلاقي دوت التمبليت. تمام، هتلاقي التمبليت للبيم اكستشن بلان، ملف وورد بتفتحه وتبدا تملاه. هو لا هنا ان هو تقعد انت تعمل جداول وكده، راح موفر لك الجدول بسهوله جدا. اهوت ده الجدول، تعال نفتحه. اهوت اول ما بتفتح بيقول لك اكتب بقى البروجكت تايتل، يعني هو مجهز كل حاجه، مجرد بس تكتب اسم البروجكت تايتل. هتبدا تشوف بقى لو انت عايز تعدل، عايز تشيل اسم حاجه، تحط حاجه. هتيجي هنا مثلا هتكتب المعلومات عن المشروع ورقم المشروع، الفيسز هتبقى قد ايه، اختلافات بسيطه. يعني حتى لو انت خدت البريطاني وهتلاقي نفسك ان انت كده كده بتعدل في الجداول، فممكن تقعد تعدل لحد ما توصل الامريكي والامريكي توصل البريطاني، مفيش فرق كبير. هنا بتبدا تكتب الوظائف بتاعتك، مين المسؤول عن كل حاجه، يعني مثلا البروجكت مانجر ده من انهي شركه، طب اسمه ايه، طب موجود فين، طب لو انا عايز اوصل له الايميل بتاعه التليفون بتاعه، طب البيم مانجر، الديسبلين ليد، لو في كذا اشخاص تانية مثلا بيم كوردينيتور مثلا، او في اي وظائف املى جدول زي ما انت عايز. يعني هو ده مجرد حاطط لك سيمبل وانت تزود بقى اللي انت عايزه. ايه الاهداف الرئيسيه بتاعتك، ايه الاستخدامات في كل مرحله، البلين، الديزاين، الكونستراكت، الاوبريت. ممكن تلاقي في الكود البريطاني اسامي المراحل دي مختلفه، اختلاف بسيط بس هو مفهوم ايه الحاجات دي. البيم يوز، الاورجنايزيشن، طب البيم بروسيس ديزاين، هنبدا نشرح الموضوع ده بالتفصيل بحيث يكون واضح. مقصود بيها الخطوات، الشغل هتبقى عامله ازاي، هبدا ازاي، وبعد كده المرحله الثانيه والمرحله الثالثه فيها ديتيلز شويه هنبدا نتكلم فيها ان شاء الله. البيم انفورميشن اكشنج، هنتبادل معلومات ازاي. تمام. انت بتكتبها وبعد كده تبعتها للطرف الاخر، هو يشوف لو في عنده اي تعديل يكتبها. طيب هنوصل لل LOD كام، طب ايه تعريف ال LOD؟ طب انا ممكن اقول له ال LOD كذا بس باستثناء مثلا الحاجة معينة هتنزل شوية. يعني مثلا انا اقول له المشروع انا سلموه كله ال LOD 300 مثلا، ما عدا الحاجات القمر مثلا هرسمه مثلا 2D استثناء على سبيل المثال. تمام. فتبدأ تكتب كل حاجة بوضوح هنا بحيث ما تجيش في اخر مشروع تقول لا ده انا كنت فاكر حاجة تانية، فتبقى في تفاصيل لل الحاجات اللي هتبقى في اخر مشروع. تمام. معاك الملفات، الموضوع سهل وبسيط. لو انت شغال بالامريكان هتلاقي الموضوع اسامي زي ما انت متعود، مش هتلاقي اختلافات كتير.